وهنا كما كنقول لكم في هذا النداء، النداء هذا كنت توجهت به هذه تقريبا واحد الشهر. يعني كاين مثلا الاخ محمد حاجب استجب للنداء واتصل بيا، وحنا يعني كانت يعني كاينين في شراكه، يعني كنهضروا بيناتنا. كاين ناس اخرين اللي التحقوا معنا اللي تعرضوا للتعذيب، هادو الضحايا ديال التعذيب. وراه كما قلت لكم خاصنا نتحدوا كاملين في صف واحد. وكما قلتي اليوم السي احمد الزفزافي بغيتينا نديرو، احنا غنديرو. توجهتي لينا كتنادي الناس اللي فيها الانسانيه واللي فيها الرحمه، احنا معاك وحنا معاك وغادي نزيدو للامام. وكاينين دعاوى بزاف، كاينه غتكون دعوه في المانيا، كاينه دعوه في جهه اخرى، كاينه دعوه في فرنسا. هاد السيد اللي جا لهنايا لكندا غترفع في حقه دعوه، ما غيحطش رجلو هنايا. وبهذا القانون الجديد، الصدور ديال هذا القانون الجديد اللي خرج في الاتحاد الاوروبي، هنا خاصنا نستافدوا من هذا القانون، لان غتبدا تتم الملاحقه ديال الجلادين اينما كانوا.